بسم الله. من الحاجات الجديده في ريفت 2017.1 لما سطب 2017 وتعمل له ابديت، ان انا هلاقي هنا في امبورت كاد ظهر لي نوع جديد. انا كان عندي دي دبليو جي والدي اكس اف اللي هم بتوع التبادل بين البرامج الهندسيه، الاوتوكاد، الدي جي ان اللي هو المايكرو ستيشن، الاس اي تي، السكتش اب. ظهر الجديد اللي هو الراينو، ده برنامج قوي جدا في عمل حاجات ثلاثيه الابعاد، فخلص بقى مدعم. بيقول لي طب انا هدخل الملف الجديد دوت تبع اني كاتيجوري، تمام، هل ادخله ان هو جينيريك موديل ولا لايت ديفايس ولا لايت فيكشر، فبختار الملف وادخله جوه الاوتوكاد الريفيت وشغل معايا عادي بدون اي مشاكل.